ليا، فدي حاجه جميله جدا مش اي حد. كمان ليه جذور قديمه قوي يعني، انت على مراحل حياتك المختلفه مدام مديعه. يعني لا انا ما بحبش الرجاله اللي اتجوزتهم لانهم خانوني، كلهم خانوني. الحق فدول انا يعني ما بفكرش فيهم، لان بفكر فيهم هزعل. دول بره الليسته. بره الليسته. كل اللي اتجوزتيهم خانوكي؟ اه. وقفشتيهم؟ اه. قفشتيهم انت؟ قفشتيهم تليفونات ولا قفشتيهم ازاي؟ لا مش هقول لك اسماء، بدون ذكر اسماء. هقول لك، هقول لك بعد بعد فكره بعد التسجيل. يعني قفشتي قفشتي قفشتي. اه طبعا طبعا طبعا. وبعدين هم اللي ما بيقدروش يشوفوني بعد كده رغم حبهم الشديد، يقول لا ننفصل، ما نقدرش نواجهها تاني. هم اللي بي يعني فاشتيهم. لا فاشتيهم. قال لا ننفصل، انا ما اقدرش يا حلمي يا رفله اقدر اشوف مديحه تاني بعد اللي هي عرفته. بعد ما اتقفش. بعد اللي هي اللي عرفته. بعد اللي هي عرفته. انما غريبه ان كل اللي اتجوزتيهم يخونوكي. هقول لك حاجه غريبه أقول. يعني انا اسفه اني بقول هذا الكلام بس ده واقع. هم بيتعقدوا مني لان كان سفريات كتيره في المهرجانات، في اسابيع، كان في اسابيع افلام بناخد الافلام ونسافر بيها، سافرنا بيها دول العالم كلها. الصين رحنا بيها الصين والمانيا والمانيا. تعادوا من اهميتك. اهميتك كنجمه. بالظبط. فوزي مره قال لي مش هتسافري طشقند مع حسين. كان فيلم خالد بن الوليد. ومع 11 راجل. قلت له انت جوزتني في مديحه يسري. ودي اول مره. وده فوزي المفروض ما يغيرش يعني، لان هو راجل فنان في الوسط. كان حسين صدقي ولا حسين مين؟ حسين صدقي. المنتج هو اللي عمل خالد بن الوليد. خالد بن الوليد كان فيلم كويس قوي. فقلت له لا انا هسافر. قال لي لو سافرت مش هزعل قوي. ما ردتش عليه. قعدنا اسبوع ما نكلمش بعض، ظهرنا لبعض. ما تزعقش، ده انا هوديكي في داهيه. ارجوك تسيبني، انا مش حراميه ولا حاجه. اصل الحكايه. ايوه انا عاوز افهم اصل الحكايه. وبعدين جه مره لاني بوضب الشنط، قال لي بتعملي ايه؟ قلت له بعمل ايه؟ انا مسافره بكره روسيا. قال لي يا سلام، من غير ما اديك الجواب بالتصريح انك تسافري. كان زمان يعملوا ايه؟ الزوج لازم يدي جواب في الجوازات. قلت له انا بعت الدكتور حاتم وزاره الثقافه، عملوا لي كل حاجه والباسبور جاهز ومسافره. فسكت. فالاول مره ما يطلع ما يوصلنيش المطار. وانا مسافره 12 طلاق محمد فوزي من مديحه يسري. فاترعب لانه ما حصلش طلاق. فوانا راجعه لقيته واقف لي وماسك ورد. ورد زي اغنيه شحات الغراب. فانا استغربت قوي. فهدى الله يرحمها اخته كانت مستنياني في المطار. طبعا الله يرحمها. فقالت لي اصل 12 وانت ما قريتيش الجرايد. قلت لا، في طشقند حار الاهرام. ما فيش. قالت لي اتكتب انك ان فوزي طلعت. فهو خاف تكوني قريتي. فجاي يلحق نفسه. طب وانت الحكايه دي اثرت فيك ازاي مدام مديحه؟ حكايه خيانات الازواج دي اثرت فيك ازاي؟ هقول لك حاجه، انا يعني شخصيتي قويه جوايا. انا ما غيرش من حد، عمري ما غيرت من حد، لا من ست ولا من راجل ولا من حد ناجح ولا اي حاجه ابدا. ما عنديش ابدا حب ان انا اغير من حد او اتضايق من حد او حد ما سالش عليا ازعل. بالعكس، اسال اقول يعني اتخض انه ما سالش او ما سالتش. انا طبع كده يعني اتولدت كده والله يا استاذ محمود. ما عنديش اي نوع من الحقد ابدا. وما احبش المناقشه المش حلوه. خناق عمري ما اتخانق. دايما من فضلك لو سمحت. عمري ما اتناقشت مع اي زوج، حتى مع ازواجك اللي خانوكي دول. ولا مناقشه خالص خالص. وده اثر فيك ان انت بقى توقفتي عن الجواز بقى؟ يعني خدتي موقف خالص نهائي بعد الشيخ ابراهيم سلامه؟ خلاص. ده من زمان
شيخ ابراهيم سلامه ده من زمان، من 30 سنه حاجه من طويلة. فتره طويله رغم ناس كتير جدا يعني تقدموا لي، انما انا قلت ستوب خلاص. وعشت لوحدك؟ عشت لوحدي وعشت سعيده. وبعدين في سبب تاني، الشيخ ابراهيم كان له هيبه وله شخصيه قوية جدا. الشيخ إبراهيم جدا. سلام الرادي طبعا كده برضو انا بتكلم صح، الشيخ سلام الرادي مهم جدا اللي هو ضريحه في جامع شاذلية الحميدية. فكان شخصية قوية جدا وعنده روحانيات قوية جدا، وانا كنت بشوفها معاه لان انا عندي روحانيات بالفطرة. حتى كان هو يتضايق يقول لي ازاي ده انا اللي بشوفه وبعمله ده بعد دراسة 40 سنة وانت بتشوفيه خافوا منها، خافوا من مديحة هانم، خافوا من مراتي، لان دي انسانة قوية وعندها روحانيات قوية جدا. وحقيقي يعني انا بشوف حلم تاني يوم لازم يتحقق، والله لازم يتحقق. شوفي رؤية عندي خلاص. روحانيات فظيعة جدا. عشان كده عندي نوع من الاطمئنان ربنا مديهولي يا محمود. يعني انا شخصية مش طبيعية، بس اصرح لك يعني وبعترف لك انا شخصية مش طبيعية. يوم ما اقول عايزه فلوس الاقي فلوس جات لي من غير ما اتوقع جايه منين. يعني بعد التاميم وبعت سيختي وفي الشقه الصغيره في المكتب، لقيت موزع من اليمن جاي يقول يا مدام متيحة عايز اشتري انتاجك عشان اليمن. الافلام اللي عملتيها دي الافلام اللي عملتها فلوس جات لك من باب الله كده ايه، لقيته بيحط لي على الترابيزه 10,000 جنيه. ده ثروه ساعتها. ايامها كنت بركب تاكسي لان العربيات اتاممت كمان. فاول كيش عربيه لا 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 ولا حاجه خالص، ولا فستان. الحاجه الوحيده اللي لقيتها مركونه على الحيطه صورتي اللي مصورها لي البورتريه بتاع صلاح طاهر. طبعا ده برضو حاجه مهمه. نسيبوها. خدوا هدومك وخدوا كل حاجه، كل حاجه، وبيبيضوها والعفش في نص الهول والبلاكارات فاضيه وكله فاضي، كله فاضي. كان أياميها عبد الحميد راج الدين مدير بنك القاهرة، فكلمني. كنت متجوزة مين وقتها؟ كنت متجوزة، لا كنا كنت اتفصلت أنا وفوزي. كنت انفصلتي مع الأستاذ فوزي؟ أنا وفوزي. عشان كده رحت بعت شيختي ورحت في المكتب. فعبد الحميد راج الدين قال لي في أستاذ الشرباتلي كان وزير مالية هو اللي اشترى الفيلا. الشرباتلي ده سعودي؟ سعودي. سعودي طبعا. حسن الشرباتلي ده وزير الماليه السعودي بالظبط. كان وزير الماليه، فقال لي هيتعشى عندنا، فروحي شوفي في الفيلا اي حاجه انت عايزاها خديها، ده امر منه. قلت له انا رحت ما لقيتش حاجه يا عبد الحميد. قال لي هيتعشى عندي بعد بكره، تعالي تعشي معانا في الفيلا. لا عند عبد الحميد. عند عبد الحميد. فقلت له لا مره مش هاجي. قال لي طب هنكلمك في التليفون. المهم كلموني في التليفون باختصار، قال لي تحت امرك اي حاجه. قلت له يا فندم انا ما لقيتش حاجه ابدا، ده في التليفون. قال لي والله وراس عبد العزيز لازم تطلبي حاجه. قلت له ما دام حلفت براس عبد العزيز وزير السعود طبعا ملك السعود ففي قران حضرتك عامله، وأول صفحة فيه مكتوب بمية الذهب، أنا شفت هذا المصحف على المكتب في بنك القاهرة على المكتب بتاع الأستاذ عبد الحميد سراج الدين. التعويض الوحيد اللي أنا عايزاه هو المصحف. المصحف ده بتاع حضرتك ولا لا؟ هو طبعه، هو اللي طبعه، هو طبعه. هو بيقول لي لازم تاخدي، لازم تاخدي حاجة فطلبت منه حاجة. فقلت له هطلب المصحف اللي حضرتك طبعه، وأنا شفت نسخة منه في على المكتب في بنك. فتاني يوم بعتوا لي المصحف ده اللي انا خدته قدام البيت كله، من الهيصه دي كلها قدام كل حاجه. الحمد لله كويسه قوي ومبسوطه وسعيده. انت بتعرفي سر الرضا ده يجي ازاي يا مدام مديحه؟ افندم يعني سر ان الواحد يبقى راضي كده عن الحياه رغم المواقف الصعبه اللي تقابله. ورغم ان يمر السن فالدنيا تضيق شويه في شويه، فالمعارف يقل، فالاهتمام يقل، فالاهواء تقل. بالاراده والإيمان والقرآن ووقت الصلاة ويعني حاجات كتيرة جدا. وبعدين أنا حجيت 7 مرات ما شاء الله، وحجيت لوالدي وحجيت لوالدتي وحجيت لابن عمرو
والعمرة ما أعرفش كام، 20